جبال الشمال الموريتاني لا تنضب، تنبت الحديد كما تنبت سهول الجنوب الزرع والشعير. هذا القطار الذي يشوب مدن الشمال منذ 50 عاما ينهو كل يوم بحمل ثقيل من الحديد. في الرحلة بين زويرات وميناء واديبو يحمل مع شحنة الحديد الركاب والسيارات والبضائع، كما يوزع الماء على قرى السكة. وحين يصل الميناء كل يوم على مدار العام يعود على الميزانية بما يزيد على مليار دولار. فالشركة الموريتانية سنيم هي عمود الاقتصاد في البلد، ورغم ذلك كانت لتباع بثمن بخس للقطاع الخاص. مشاركة سنيم بالميزانية خلال السنوات الأربعة الأخيرة تجاوزت هذا الرقم الذي كانت ستباع به الشركة، وهذه عملية تعكس مستوى الوطنية ومستوى الموقف التاريخي لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي أبى آنذاك ووقف ضد محاولة بيع هذه الشركة. خلال السنوات التي تلت مشروع الخصخصة الذي تم وأده في المهد، جنت الشركة أرباحا كبيرة، ما جعلها تدخل في مشروع عملاق وهو تصدير 40 مليون طن من الحديد بدل 12 مليون طن تم تصديرها خلال العام الماضي، مع زيادة مليون طن مبرمجة خلال هذه السنة. بهذا المشروع ستعود سنيم على ميزانية البلاد ب5 مليارات دولار في أجل لا يزيد على 10 سنوات. ولعل المشروع الكبير الذي يشكك البعض في قدرة الشركة على تنفيذه سيكون التحدي الأكبر الذي تعلق عليه البلاد آمالها الجسام. فالشركة تسعى لدخول الخمس الأوائل لتصدير الحديد عن طريق البحار، وهو مشروع يتطلب جهودا ووسائل ليست بالبسيطة. سنيم تضع استراتيجية تنموية جديدة انطلاقا من رؤية طموحة تهديف للولوج للخمسة الأوائل لمصدري خامات الحديد عبر البحار في أفق 2025. رغم النجاحات الكبيرة التي يتحدث عنها المسؤولون الموريتانيون حين يتحدثون عن الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم، إلا أن النجاحات لم تؤثر كثيرا على واقع السكان. ورغم أن الشركة ولدت بعد تأميم شركة ميفرما الاستعمارية، إلا أنها شهدت خلال خمسينيتها إخفاقات كثيرة. فبسبب الفساد المستشري في البلد منذ الاستقلال، ورغم أنها قامت معه ببناء المدارس والمستشفيات وقامت بنقل المواطنين على متن أطول قطار في العالم ووفرت الآلاف من فرص العمل في الشمال، رغم كل هذا إلا أنها لم توسع أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية لتشمل المناطق الأخرى. ويتساءل الكثيرون في ظل المجاعات الكثيرة التي ضربت موريتانيا، كيف نصدر الحديد ولا حديد حتى في أجسام مواطنينا، في إشارة إلى نقص مادة الحديد المرتبط بسوء التغذية. فهل تصلح الأحلام ما أفسده الواقع؟ محمود محمد، تلفزيون دبي، زويرات، شمال موريتانيا.